بعض الاخوان سولوني على طريقه ديال لونتين كيفاش، قال لي ما فهمتش ولا يمكن ما شافش ولا ما انتبهش الفيديو او الصوره مع الشعب الخطرات كتكون. المهم كيفاش كندير لونتين؟ لونتين ها دابا هاك، هذه وحده يا هاك، ماشي هاك هاك او واقف هاك. هذه طريقه بعدا انا نحطه هنا، هذه بعدا طريقه 100%. هذا واحد منهم يمكن شاف فيديو في جديدة، خدا النمرة تواصل معايا قال لي باغي ندير طريقة، رأت أنا عندي مشكل دابا أنا غنجربها ليه وخدمات مزيان. المهم السؤال اللي غنجاوب على السيد، هذه هي الطريقة هكا أو هكا، ماشي واقف ناعس هكا ما عنده تضهر، فهمتي؟ يعني الناس اللي عندهم الإخوان اللي تكنيسيان اللي عندهم لي زاباراي فيهم تي إنتي راه عندهم بلاصة اللي فيها كتعبر لك مثلا اشاره ديال تي ان تي. جربوا الطريقه وردوا عليا الاخبار في التعليق. اغلبيه لي زاب لي زاباراي او الكاشفات، كاشفه ديال اشاره جهاز كشف الاشاره لاباراي راه كاينه فيها دابا اغلبيه فيها تي ان تي. الا كانت عندك عبر لانتير واقف او ناعس او ديك النورمال اللي كنا كنديرو، فهمتي؟ يمكن لك تيستي وشوف وقول لي الجواب. تحياتي.